ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. وقبل اي حاجه نصلي على النبي عشان ربنا يبارك لنا في كل شيء. انا طبعا بشكر كل اخواتي المشتركين، 183 مشترك، انا بشكرهم جدا، واتمنى القناه تكبر بيكم ان شاء الله والفيديوهات الجايه تعجبكم. قبل اي حاجه نصلي على النبي عشان ربنا يبارك لنا في كل شيء. وبشكر جدا اخواتي معانا الجوز الزجل، هو بسم الله ما شاء الله. هنشوف طبعا ايه بقى اللي حصفك وايه اللي موجود. انا بقالي بتاع 3 ايام ما بعملش فيديوهات بسبب ان انا باجي متاخر من الشغل، فالنهارده ان شاء الله نعمل لكم فيديو جميل ونوريكم الزغاليل. وجوز الزاجل ده معانا وبسم الله ما شاء الله الحصى بتاعه فك. نبدأ نوريكم الحصى اهو، بسم الله ما شاء الله الحصى بتاعه فك اهو. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك يا رب. ملبين الزغاليل اهو كويس اهو، بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك. اللهم صل على النبي. طبعا القص اهو بسم الله ما شاء الله، وعياله اهو، ربنا يبارك يا رب. اول قص معانا الحصى بتاعه فك اهو. نيجي لشيماء وجعفر. شيماء وجعفر مفترية شيماء دي. طبعا ده القص الرومي بتاعنا، بسم الله ما شاء الله. ايه دي يا شيماء؟ اهي بسم الله ما شاء الله الحصى بتاعه اهو، الحصى بتاعه فك اهو، بسم الله ما شاء الله. وزقين الزغلول كويس اهو، بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك يا رب. طبعا دي بايظه اهي، البيضه دي بايظه اهي، بسم الله ما شاء الله. الزغلول مأكلينه كويس اهو، ربنا يبارك يا رب. طبعا الحصوله دي باظت خلاص كده. ربنا يبارك يا رب. اهي الحصوله خلاص بايظه وما فيهاش اي حاجه، سبحان الله. البيضه اللي قلت عليها بايظه بفتحها وبكسرها لقيت الزغلول عايش فيها، بسم الله ما شاء الله الزغلول عايش اهو فيها، ربنا يبارك يا رب. طبعا انا بحسب البيضه بايظه لانها كانت خفيفه وبتلق، فبسم الله ما شاء الله الزغلول صاحي اهو، هنحطه تحتيها برضو، بسم الله ما شاء الله. نبدأ نحط الحصوية تحتيها. اوعى يا شيماء، شيماء عشان بس الايه الحصوية تبقى مظبوطة. حطينا الحصوية اهو، بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك يا رب. شيماء وذكر. طبعا ده القص الزاجل معانا اهو، القص التاني الزاجل وعياله، بسم الله ما شاء الله مأكلينه كويس، ربنا يبارك يا رب، بسم الله ما شاء الله. الزاجل اهو بسم الله ما شاء الله، مأكلين الزاجل كويس اهو، ربنا يبارك يا رب، بسم الله ما شاء الله. طبعا هندبلهم ان شاء الله بكره، دبلهم بإذن الله مع بعض، بسم الله ما شاء الله. الزغاليل واكله اهو، بسم الله ما شاء الله، والقصه ربنا يبارك. طبعا دول جوز الزغاليل الحمرا اهو، بسم الله ما شاء الله، ابو عاملين ازاي، حاجه محترمه، بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك يا رب. جوز الزغاليل الحمرا اهو، بسم الله ما شاء الله، ان شاء الله الجوز دول للبيع باذن الله، الجوز دول للبيع ان شاء الله، هنبيعهم باذن الله. ابوهم وامهم اهو، نتايج بدريه وذكر مفصص، ربنا يبارك يا رب. طبعا الجوز لسه ما حصاش، النتايج لسه ما حصتش اهي. طبعا الجوز ده ان شاء الله يحصل قريب باذن الله. طبعا الجوز ده لسه الحصى بتاعه مفكش، لسه الحصى بتاعه مفكش نتاية، بسم الله ما شاء الله. والدكر اهو، شايف الدكر شرس ازاي، بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك يا رب. دي الشبيات بتاعتنا اهي، بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك يا رب. طبعا ان شاء الله بكره العشه هتتنضف وهتتكنس والحمام هيترش باذن الله، يعني 10 حماميات شبيات اهو، ربنا يبارك يا رب. الشبيات بتاعتنا ربنا يحفظهم يا رب، بسم الله ما شاء الله. طبعا الفرد اللي واقف في قلب بتاعت الاكل دي، طبعا كانت ده رجله كانت مكسوره، بدا اهو يعني بدا يدوس عليها وبدات تتحسن الحمد لله. الشبيات بتاعتنا ايه، بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك يا رب. طبعا دي الجزء الرومي الثاني، حصت الحصويتين، واحده لقيتها مكسوره ايه، قدر الله ما شاء فعل، واقع منها ومكسوره بره الطاجن، والحصويه الثانيه ايه.
بسم الله ما شاء الله، الزهو خارج موجود اهو. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك يا رب. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك. بسم الله ما شاء الله، الزغلول اهو قدامكم خارج من البيضة. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك يا رب. طبعا ده حصى الرومي، جوز الرومي اللي بره، شيماء وجعفر ده الحصى بتاعه، ربنا يبارك يا رب. طبعا البيضة التانية نقرة اهي، بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك، ربنا يبارك يا رب. بسم الله ما شاء الله، الزغلول اهو، بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك يا رب. الزغلول معانا اهو، بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك يا رب، ربنا يبارك. ادي الجوز الزغلول اهو، بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك يا رب. جوز الزغلول البلدي اهو، اللهم صل على النبي، ربنا يبارك يا رب. طبعا دي قاعدة على الحصى اهو، بسم الله ما شاء الله، ودي قاعدة على الحصى اهو، بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك يا رب. طبعا ده زغلول ابن نتاج كينج البيضة، بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك يا رب. وزغلول معانا اهو تاني، بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك يا رب. طبعا دي كده كانت الانتاج بتاعنا، وريكم الزغاليل وايه اللي حصل، وايه اللي حصل لفك. اتمنى ان اخواتي كده، يا رب يكون الفيديو عجبكم، ان شاء الله نشترك في القناه، تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس، زوموني بلايك كده دايما. اتمنى من اخواتي اللي مشتركش في القناه يشترك في القناه. نشوف، نتقابل الفيديو الجاي على خير.